النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعند الترمذي وأحمد عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه، نسأل الله السلامة والعافية. فليتنبه، حتى إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية في تصوير فيديو وصلني وسيارات من الحطب، وهذا كمثال، وقد يصدق على أمثلة أخرى في الشتاء وأمثلة في الصيف، الكل واحد ويتحدى الريح الباردة، يقول نحن لك بالمرصاد نتحداك، ويسب ويشتم فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الذي يصرف الأيام والأجواء هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وابن ماجه قال: لا تسب الريح فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب.